بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، هذا هو الدرس 60 من شرح غاية المراد في الاعتقاد للعلامة نور الدين السالمي رحمة الله عليه، وقد انتهينا من شرح البيت الذي يقول فيه الناظم: وبالقرآن خصوصا بعد جملتها، أي أؤمن بالقرآن خصوصا بعد جملتها، وليس منها قديم يحتوي الأزل، بل كلها خلق الباري وكونه فيما يشاء، فلا تصغوا لمن عذلا. وعلى كل حال، ذكرنا مسألة خلق القرآن وإثباته، والآن نذكر مسألة إثبات أن القرآن هو من عند الله عز وجل. ولا شك أن أدلة صحة نسبة القرآن الكريم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أتى به الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام منذ 1483 سنة، وما زال الناس يقرؤونه في كل وقت من أرجاء المعمورة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، ولم يتخلف أحد من الموافقين والمخالفين أن القرآن منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هنا كيف نثبت أن هذا القرآن هو وحي من عند الله؟ هو من عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك فيه ولا ريب. كيف نثبت أن القرآن من عند الله عز وجل؟ وقد ذكرنا شيئا من ذلك، سوف نذكر هنا في هذا الدرس أيضا بعض الأدلة على صدق أن القرآن من عند الله عز وجل وحي، وما هو إلا وحي يوحى من عند الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى. قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الإثبات والأدلة، فإن القرآن الكريم حوى الأعجاز العلمي، حوى أدلة علمية، ولم يستطع العلم أن ينكر ذلك أو أن يجد خطأ في هذه الأدلة العلمية. ومن تلك مثلا أطوار خلق الإنسان، فقد ذكر الله تعالى أطوار خلق الإنسان، وأنه يمر بالنطفة الأمشاج، يمر أولا خلق الإنسان من تراب، ثم كذلك من النطفة الأمشاج، بعد ذلك تأتي النطفة والعلقة والمضغة المخلقة وغير المخلقة، ويقره الله تعالى في الأرحام في قرار مكين، والعلم يثبت ذلك القرار المكين الذي تغطيه الأغلفة، الغلاف وجدار الحوض وعظام الحوض، وكذلك أيضا جدار الرحم، كل ذلك يقي الطفل من الصدمات والكدمات والأزمات. فإذا إلى جانب الدفاعات الأخرى التي توجد عند باب الرحم، فإذا هو في قرار مكين كما وصفه الله تعالى، ثم ينشئه الله تعالى خلقا آخر. فهذا دليل واضح علمي لا يستطيع العلم، وإن حاول بعضهم الإنكار، وحاول بعضهم أن يقول أنه هل العظام بعد اللحم أو اللحم بعد العظام، فالله تعالى يقول: ثم فكسونا العظام لحما، فمعنى ذلك أن العظام جاءت قبل، ثم بعد ذلك تكونت الأنسجة التي هي تكسو الإنسان بالعضلات واللحم. ولا شك أن النطفة أن المضغة غير المخلقة والمضغة المخلقة تأتي قبل، ولكن تلك ليست هي النسيج اللحمي أو العضلي الذي يكسو العظام. فإذا يثبت القرآن صحة ذلك. وهناك أدلة كثيرة لا نستطيع أن نذكرها الآن كلها على صحة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وهناك كتاب على كل حال لمن أراد أن يرجع إليه، وهو للبروفيسور غاري ميلر، الذي هو بعنوان القرآن المذهل. كذلك أيضا من الأدلة التحدي، فالقرآن الكريم يتحدى أن يأتي إنسان بمثله، هو بنفسه يتحدى، والله تعالى يقول: قل فأتوا بمثله، ثم قال: فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، ثم قال لهم: فأتوا بسورة من مثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. ثم قطع هذا التحدي بقوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كذلك أيضا التحدي لإيجاد خطأ في القرآن، الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبما أنه من عند الله فلن تجد فيه اختلافا واحدا.
ولم يستطع أحد أن يأتي بحقيقة علمية واحدة تناقض ما في القرآن الكريم، مع أن الأرض تضج بالعلماء، بآلاف العلماء المتخصصين في شتى العلوم، ومع ذلك لا تجد دراسة ولا بحثا يناقض آية واحدة من كتاب الله عز وجل. وكما قلنا، دعك من المعاندين والمشككين بلا دليل علمي، وإنما يحرفون بما لا يعرفون. والقرآن هو الدليل والمدلول، فمن يقرأ القرآن يعلمه القرآن بأدلة الوحدانية وأدلة صدق القرآن، فالقرآن بنفسه يطالب القارئ أن يجد فيه خطأ، ويطالبه كذلك أن يبحث بنور العلم وبنور العقل. فإذا هذه حجة واضحة، ولا يوجد كتاب يفسر لك الحياة ولا الغرض من الوجود ولا المصير ولا المصير بعد الموت، ولا كذلك كيف تتعايش مع المصاعب والمصائب والمباهج والأفراح والأقدار، ولا كذلك يوجد فيه نظام شامل من حيث النظام الأسري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي. إنه القرآن الشامل هو الكتاب الوحيد، وكذلك الله تعالى بيّن فيه أنه خالق السماوات والأرض. فهل يستطيع أحد أن يدعي أنه خلق شيئا من هذا الوجود؟ كلا والله، لا يستطيع أحد، بل أن العلماء وقفوا حيارى أمام هذه الصنعة الإلهية. فإذا هناك أدلة كثيرة، يضف إلى ذلك من الأدلة أن القرآن الكريم أثبت حقائق لم تكن موجودة في ذلك العصر، وذكرها أنها ستقع مستقبلا، كمثل ما ذكرنا سابقا من مسألة غلبة الفرس للروم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وقد تحقق ذلك الأمر وهو معروف تاريخيا. فإذا هذه بعض الأدلة على صدق القرآن، ولعلنا نتطرق إلى أدلة أخرى في الدروس اللاحقة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.